صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: بعض أئمة المساجد ينهرون من يقوم ويسأل الناس في المسجد. بعض الناس إيش؟ يقول: بعض أئمة المساجد ينهرون من يقوم ويسأل الناس في المسجد، ويقولون بأن هناك تعميم من الوزارة بمنع ذلك، وينهرونه بشدة ولا يسمحون له حتى بالكلام ويصرون على ذلك، فهل فعلهم هذا صحيح؟ إذا كان عندهم تعميم من الوزارة يمشون عليه، ما في شك، يمشون على التعميم، لأن هذا أمر كثر واستشرى، ما هو كل حاجة، ما هو كل حاجة، لو كان بعض المرات، بعض الأيام، بعض، لكن كل وقت يقوم 10 أو 20 قدام الصف ومعهم حيل وأشياء، هذا كثر، وكل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده. نعم.